وإلى الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة، مستهدفة تجمعات النازحين في خان يونس وحي الشجاعية ومخيما البريج والانصيرات. وقالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة الماضية مجزرتين في القطاع، راح ضحيتها 23 شهيدا و91 مصابا. واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 269 من الحرب، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و91 إصابة خلال الساعات القليلة الماضية. فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة أن جميع المشافي في شمال غزة مهددة بالخروج عن العمل نتيجة نقص الوقود. إعلان المرحلة الثالثة والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، وهذه هي الكارثة التي لن يكون فيها أمان على الإطلاق كما هو الحال الآن، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ربما ينسحب من العديد من المناطق، ولكن لا حياة على الأقل ستبقى في قطاع غزة نهائيا، لأن الجيش الإسرائيلي من المحتمل في أي لحظة أن يدخل أي منطقة يرتكب فيها أي مجزرة كما هو الحال في منطقة الشجاعية ومنطقة رفح. في غضون ذلك أفرج الجيش الإسرائيلي عن 50 أسيرا من قطاع غزة، من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه، وبرفقة أعداد من الكوادر الطبية التي اعتقلها الاحتلال من مستشفيات قطاع غزة، حيث تحدث أبو سلمية عن أشكال التعذيب التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي مع المعتقلين. نحن ومجموعة من الزملاء العاملين في وزارة الصحة وأسرى آخرين خرجوا معنا اليوم حوالي 50 أسير، تركنا وراءنا أسرى كثر، عشرات الآلاف من الأسرى يعيشوا الأمرين، يذوقوا من العذاب النفسي والجسدي ما لم يذقه أي أسير فلسطيني منذ النكبة، منذ عام 48، كل أنواع العذاب يتعرض له أسرانا البواسر خلف القضبان. الحصار والجوع والأمراض ستصبح قريبا القاتل الرئيسي في غزة، هذا ما أعلنته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، حيث لا يزال من الممكن منع هذا المستوى الكارثي من الجوع عن طريق إغراق غزة بالغذاء والمساعدات المنقذة للحياة، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع دخول شيء للقطاع الذي يعيش سكانه تحت وقع صواريخ الاحتلال. ووسط ذلك تتواصل رحلة النزوح القسرية لآلاف النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة ومخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية، تزامنا مع ارتفاع كبير على درجات الحرارة. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من أحد مخيمات النزوح واللاجئين في دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين.